السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. والبداية بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الوزراء الياباني الجديد بمناسبة انتخابه. إصابات كورونا في المملكة تواصل الانخفاض وحالات الشفاء تتجاوز 93%. منظمة السياحة العالمية توافق بالإجماع على افتتاح مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق. بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان. وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق. تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافاروف، وأجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات واستعراض جهود مجموعة دول العشرين ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم بمعالي وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون وسبل تطويرها، كما تم استعراض أعمال مجموعة العشرين لهذا العام برئاسة المملكة ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشين وي تشينغ، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية 56 من عمل السنة الرابعة للدورة السابعة وزارة الحج والعمرة ببيان الأسباب التي حالت دون الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة، داعيا الوزارة إلى العمل على تقييم مبادراتها المقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقا لمؤشرات الأداء، ومن أهمها مبادرة الخيام متعددة الطوابق وحج بلا حقيبة ومدى إمكانية التوسع فيها. كما وافق المجلس في قراره على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية ودراسة تقييم الآثار المترتبة على جائحة كورونا على شركات العمرة ومقدمي خدمة حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف، وكذا مستهدفات رؤية المملكة 2030 واقتراح الحلول المناسبة. كما طالب المجلس وزارة الحج والعمرة باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن ذلك تطبيق الحصول على التصاريح اللازمة للوصول للأماكن المطلوبة وتطبيق لإرشاد التائهين. كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار بمواصفات جيدة وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها. إلى ذلك أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال هذه الجلسة بأن على الهيئة العامة للجمارك وضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة في المنافذ الجمركية للحد من دخول البضائع الممنوعة،
وطالب المجلس في قراره في هذا الشأن الهيئة العامة للجمارك بتطوير أكاديمية الجمارك بأحدث برامج وأساليب ومهارات العمل الجمركي لتطوير وتدريب الكوادر البشرية وسرعة إنجاز تطبيق النظام الجمركي المحاسبي الشامل. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر ضمن القرارات التي اتخذها في جلسته اليوم على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية. التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله ربيعة في مقر المركز بالرياض، التقى بسفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير، وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية. وقدم السفير السوداني في تصريح صحفي الشكر والعرفان للمملكة على ما تقدمه للسودان وشعبه في مختلف المجالات، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والدور الحيوي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في بلاده. شرفت اليوم بلقاء سيد معالي المشرف العام عن المركز، ونقلت له بتحيات شكر حكومة السودان وشعب السودان لما تفضل به جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان العزيز ولي عهده بإرسال شحنات كبيرة جدا من الإغاثة لشعب السودان والذين تضروا من الفيضانات والسيول في السودان. والسودان يؤكد على هذا الجهد الإنساني والذي ينبع من عمق العلاقات وأزليتها بين الشعبين الشقيقين. العلاقات زي ما تفضلت انه علاقات ازليه وتاريخيه وثقافيه واجتماعيه واقتصاديه، وهي تمتد يوم بعد يوم. وما تفضلت به المملكه من دعم انساني هذا يدل على عمق هذه العلاقات. ويعني انا في تقديري ان هذه العلاقات يعني ستتواصل على مدى الدهر ان شاء الله. هذا ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم المساعدات الإنسانية للسودان من خلال جسر جوي مستمر، حيث وصلت الطائرة الثانية محملة بتسعين طنا من المساعدات لمتضرري الفيضانات والسيول من الشعب السوداني الشقيق. طائرة من السعودية لإغاثة منكوبي السيول والفيضانات تصل السودان. الطائرة هي الثانية من نوعها، تجسد وتترجم هبة مركز الملك سلمان لنجدة المتضررين من الفيضانات. وصلت اليوم مطار الخرطوم الطائرة الإغاثية الثانية والتي تأتي ضمن الجسر الجوي الذي أمر به السيد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة إخواننا وأشقائنا السودانيين المتضررين من الفيضانات التي ضربت السودان مؤخراً. الجسر الجوي السعودي الذي يشمل مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات من شأنه أن يخلق فارقا في الوضع المتردي الذي يعيشه المنكوبين بعد انهيار منازلهم بسبب السيول والفيضانات. هذه الطائرة أتت تحمل 97 طن من مواد الإغاثة بشقيها الغذائي التي تمثل في التمور، وأيضا معدات إغاثية من الخيام ومشمعات وناموسيات حتى تخفف وطأة الكارثة التي ألمت بالمواطنين السودانيين جراء السيول والفيضانات الأخيرة. مساعدات وجدت صدى طيبا لدى السودانيين. الحكومة الانتقالية في السودان من جانبها عبرت عن شكرها للحكومة السعودية في نجدتها للمتضررين، لافتة إلى أن حجم الكارثة ينذر بصعوبة درء آثارها من دون وقفة الأشقاء. الجسر الجوي السعودي الذي يحمل مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات في السودان يؤكد عمق العلاقات المتجذرة بين الرياض والخرطوم ويجسد شعار مملكة الإنسانية. محمد إبراهيم، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الخرطوم. أعلن النائب العام لجمهورية السودان تاج السر الحبر العثور على مواد متفجرة وقابلة أن تشكل خطرا أمنيا على السودان والدول المجاورة. وأوضح النائب العام خلال المؤتمر الصحفي بأنه تمت مباشرة إجراءات الضبط ومتابعة هذه العملية من ناحية أمنية واستخباراتية، وأسفرت عن ضبط متفجرات خطرة من مادة TNT ومادة نترات الأمونيوم مماثلة لتلك التي استخدمت في تفجير مرفأ بيروت الشهر الماضي.
كما أوضح بأنه تم ضبط 41 متهما في هذه القضية، لافتا إلى أن هذه المواد الخطرة موجودة في مأمن لدى قوات الدعم السريع، وتم تحليل المواد في الأدلة الجنائية، حيث أوضحت بأن كمية المتفجرات الكبيرة كافية لأن تنسف العاصمة الخرطوم، مؤكدا أن التحقيقات لا زالت مستمرة مع المتهمين لكشف الحقائق. غادرت طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية صباح اليوم من مدينة جازان إلى محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، تحمل على متنها 18 مواطنا يمنيا من المرضى ومرافقيهم بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الكاملة في مستشفيات المملكة في الرياض وجازان. وتعد هذه الرحلة السادسة التي سيرتها القوات المشتركة للتحالف دعما لأبناء الشعب اليمني، حيث تأتي هذه الرحلات في إطار جهود القوات المشتركة للتحالف لتخفيف معاناة أبناء سقطرى. حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نجد العتق بمديرية نهم. وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش استعادت آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في تلك المواقع، فيما دكت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية الإرهابية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. هيئة التراث تعلن اكتشاف آثار شمال المملكة تعود لأكثر من 120 ألف عام. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 621 إصابة جديدة لارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 327,551 إصابة، فيما سجلت الوزارة 982 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 306,004 حالات. كما سجلت 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4,369 حالة. رحبهم الله. هذا وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي أن إجراء الحجر الصحي يكون على الشخص المخالط لآخر مصابا بالمرض لمدة طويلة. طبعا مخالطة مخالط خالط مخالطين لمصاب، أو مخالطة مخالط خالط مصاب، كل هذه لا تستلزم مثل هذه الإجراءات. ما يستلزم إجراء الحجر الصحي وما يتبعه هو أن يخالط الشخص شخص مصاب بالمرض، وليس أي مخالطة، يخالط شخص مصاب بالمرض مخالطة مباشرة، أي بدون واقيات أو عن قرب أقل من المسافة الآمنة أو لمدة طويلة. في هذه الحالة يجب اتباع كامل الإجراءات، لأن تعريف المخالط المباشر قد انطبق، وبالتالي نطبق كامل الإجراءات المتعلقة بالحجر والوقاية من مخالطة الآخرين. من جانبه، أشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروسا خلال المؤتمر الصحفي إلى مواصلة تسيير الرحلات الدولية لسفر الفئات المستثناة وسط منظومة متكاملة من الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات. الهيئة العامة للطيران المدني وفي هذا الصدد أصدرت، أو من المتوقع اليوم إن شاء الله تعالى أن تصدر، دليلا إرشاديا يتضمن عدة توجيهات وضوابط والتزامات كذلك مطلوبة من المسافرين. ندعو السادة المشاهدين وكذلك المسافرين إلى الدخول عبر موقع الهيئة الظاهر أمامكم الآن، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة للاطلاع على هذه الضوابط والأحكام،
ولعلنا يعني نأتي بأبرز هذه الضوابط والأحكام، ومنها أنه لا يسمح لغير السعوديين بدخول أي مطار من مطارات المملكة الدولية إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك هذه ما يثبت يكون حديث بشكل حديث ومن مركز معتمد، بالإضافة إلى الحجر المنزلي لجميع القادمين إلى مطارات المملكة. دشن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم أول كليتين رقميتين للبنات في مدينتي الرياض وجدة بطاقة استيعابية تتجاوز 4000 متدربة. تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاءة العالية وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية من أهم أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. فاليوم تم تدشين كليتين رقميتين في الرياض وجدة وعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية. اليوم احنا في كلية تقنية التدريب فيها حضوريا في الغالب، لكن الآن تطورت نماذج التدريب وأصبح حتى هناك أجزاء كبيرة من التدريب من الممكن أن تتم عن بعد، فهاتين الكليتين مستهدفين فيها تدريب البناء السيدات لوظائف متعددة وكثيرة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات، وجميعها مطلوبة في سوق العمل، والحمد لله بشراكات مع أيضا الموظفين ومع القطاع الخاص. تدشين أول كليتين رقميتين بالمملكة للبنات بهدف دعم تدريب وتوظيف المرأة السعودية. كذلك لدينا تعاون مع القطاع الخاص بشكل عام لتوفير تدريب منتهي بالتوظيف. اليوم رأينا حقيقة مجموعة من الشراكات اللي نستهدفها سواء كانت في مجال النقل، أشكر بهذه الحقيقة المناسبة وزارة النقل حقيقة وهيئاتها يعني الأخرى، كذلك في مجالات الاتصالات تقنية معلومات وزارات جميع حقيقة، إضافة للشركات الرائدة. اليوم لاحظنا الحمد لله المملكة هناك استثمار كبير جدا في رأس المال البشري، وهذا يعود إلى أن هناك إطلاق مشاريع عملاقة في المملكة. ستشغل الكليات بأربع أقسام رئيسية في المرحلة الحالية، وهي الدعم التقني والبرمجيات وإدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي لتلبية احتياجات سوق العمل. لأخبار السعودية عبد غني حالي، الرياض. أطلقت وزارة التعليم مسابقة مدرسة الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في نشر ثقافة التعليم عن بعد وإثراء المحتوى الرقمي، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور. وتتاح المشاركة في المسابقة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي المدرسة وفق المجالات المحددة وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب المدرسة في تويتر. أعلن وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب عن موافقة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالإجماع على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة للشرق الأوسط في الرياض. الإعلان صدر خلال الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي. وأوضح الخطيب أن المكتب الإقليمي سيعمل على تأدية المهمات التي توكلها إليه الجمعية العامة للمنظمة وتنفيذ أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وخدمة الدول 13 التي تنضوي تحت المكتب، وذلك بهدف تحقيق استدامة نمو القطاع السياحي وتنمية رأس المال البشري وتنفيذ الإحصاءات السياحية النوعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن المكتب الإقليمي سيكون له دور في تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في المملكة وبقية دول الإقليم. أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش عن اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك لآثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة من الآن. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة صورا للاكتشاف الذي يعكس عمق تاريخ الجزيرة العربية ومدى إسهاماتها الحضارية في التاريخ، مؤكدا أن هذا الاكتشاف وغيره من الاكتشافات الأثرية
يبرز تطور المملكة في مجال الكشوفات الأثرية من خلال كفاءات وطنية ذات مستوى عال. وكشف الدكتور الحربش أن هيئة التراث تعمل على تأهيل المواقع الأثرية وفتحها للزوار، إلى جانب تنظيم معارض متخصصة بالآثار داخل وخارج المملكة وإعداد ونشر بحوث ودراسات متخصصة في الآثار. وقعت المنظمة الدولية للإبل اتفاقية تعاون مشتركة مع منظمة دولية لحماية الإبل لتحسين مستويات تربيتها ونقلها من مكان لآخر حول العالم ودعم البحوث العلمية والتطبيقية في هذا المجال. وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن المنظمة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير عمليات نقل الإبل خلال المسافات الطويلة عبر وسائل نقل متعددة، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التقيد باللوائح رعاية الحيوان وسلامة نقله على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعزز حماية حقوق الإبل سواء في النقل أو الرعاية، وتوثيق كل ما يتعلق بها من أوجه القصور وإفساح المجال لتلقي الشكاوى في إطار المطالبة بتطبيق اللوائح الدولية الخاصة برعاية الحيوان والحفاظ عليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الأستاذ محمد الأمين الراكب رئيس الاتحاد المغربي لسباق الإبل عضو المنظمة الدولية للإبل. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. ضعنا في أهداف هذه الاتفاقية ودورها في تعزيز وسائل السلامة أثناء نقل الإبل. بداية اسمحوا لي أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الاتحاد المغربي لسباق الإبل وملاكها بالمغرب أن نهنئ أنفسنا بهكذا مبادرات والمتمثلة في هذه الاتفاقية التي لا محالة سترقى بنا جميعا إلى مستوى تطلعات كافة المهتمين بقطاع الإبل، وهي مناسبة عبر منبركم الإعلامي المتميز نتقدم بها إلى معالي الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس المنظمة الدولية للإبل بجزيل الشكر والامتنان على مجهوداته الجبارة وثقافته التشاركية وتبصره العالمي. طبعا بخصوص أهداف الاتفاقية التعاون بين المنظمة الدولية للإبل مع منظمة ملائكة الحيوان بفرانكفورت الألمانية ذات الصيت العالمية، أهداف هذه الاتفاقية نذكر منها للحصر تحسين مستويات تربية الإبل وصون حقوقها الكاملة وضمان سلامتها أثناء تنقلها من مكان إلى آخر أو من بلد إلى بلد في ظروف صحية وآمنية دعم البحوث العلمية والتطبيقية في مجال الإبل، تعزيز الوعي عند ملاك الإبل في التقييد بلوائح رعايتها، إقامة ملتقيات ومؤتمرات دولية متخصصة في تطوير نقل الإبل. نعم. طبعا هذه أهم باختصار ما يتعلق بنقل الإبل والعربات المخصصة لنقل الإبل، هل هناك ابتكارات متوقعة فيها أو خطط مستقبلية لتسهيل هذه المهمة؟ نعم أستاذنا الفاضل، لتعزيز وسائل السلامة أثناء النقل لابد أولا لضمان سلامة الإبل من توفر مجموعة من التدابير الاحترازية نذكر منها للحصر احتراما للوقت. نعم. أولا مراعاة الظروف الصحية التي ينقل بها الحيوان الإبل، ضرورة إجراء فحوصات استباقية قبل نقل الإبل منها ما هو مخبري عن الأمراض المحمولة لكشفها، وهي غالبا هذه الأمراض تكون مشتركة بين الإنسان والحيوان مثل على سبيل المثال داء الكلب. نعم. ضرورة مصاحبة بيطري متخصص لإعطائها قبل نقلها الفيتامينات الطبيعية التي تقاوم بها الإبل عناء السفر.
جميل جدا. واسمحوا لي أن أضيف سريعا. نعم اسمحوا لي أن أضيف، لأنه صراحة وهذه شهادة لله لا نريد بها جزاء ولا شكرا، لأنه أتقدم عبر منبركم الإعلامي وأنتم من يتفرد بهذا المقترح والملتمس أصالة عن الاتحاد المغربي ونيابة عن كل الاتحادات. نعم نعم. والمهتمين بملاك الإبل، أطلب عبر منبركم الإعلامي المتميز أن نقف كأعضاء اتحادات وقفة عرفان وامتنان لمعالي الشيخ فهد بن فلاح من خلال هذه المبادرة التي أطلق نقدمها كاتحاد مغربي باسم جميع الاتحادات وملاك الإبل. جميل. وحصريا عبر منبركم الإعلامي، حيث نتقدم بمبادرة بترشيح معالي الشيخ فهد لدى منظمة الفاو واليونسكو التابعة للأمم المتحدة، نرشح معالي الشيخ لأهم جوائز الأمم المتحدة نظر إسهاماته المتميزة في بلورة والرقي. نعم نعم نعم. شكرا شكرا جزيلا لك. دهمنا الوقت الأستاذ محمد الأمين الراكب رئيس الاتحاد المغربي لسباق الإبل عضو المنظمة الدولية للإبل، شكرا جزيلا على مداخلتكم الكريمة. أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي سامة موافقتها واعتماد عدد من المنتجات التأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحية في سوق التأمين السعودية. وأوضحت المؤسسة أن اعتماد هذه المنتجات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه جاء نظرا للنمو المتوقع لنشاط الفعاليات الحية والترفيهية في المملكة، وذلك لتغطية مخاطر إلغاء هذه الفعاليات المرخصة من الجهات الرسمية أو عدم استكمالها أو تأجيلها أو توقفها أو نقل مكانها لأسباب خارج سيطرة المنظم كالأحوال الجوية أو حالات عدم الظهور في حال ما إذا تم الاتفاق على ذلك. وبيّنت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها الحثيثة في تطوير قطاع التأمين من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودية وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات وحفظ الحقوق المدنية وتنوع أدوات إدارة المخاطر. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الزميل محمد الوهابي في مجمل القول. مرحبا محمد، يعطيك العافية. مجمل القول، ماذا لديك في مجمل القول هذه الليلة؟ أحييك أسامة وأحيي السادة المشاهدين الكرام. لدينا في مجمل القول لهذه الليلة حديث عن اتفاقات السلام العربية الإسرائيلية التي جاءت بمباركة أمريكية لتحقيق السلام في المنطقة. أما في ملفنا الثاني فحديث عن نترات الأمونيوم التي اكتشفت في السودان وضبطتها السلطات، حيث قالت السلطات السودانية هناك بأنها اكتشفت كميات قد تنسف مدينة الخرطوم كاملة. هذا الخبر كان قد أثار القلق لأن نترات الأمونيوم سيئة السمعة كان قد تردد اسمها كثيرا سببا لانفجار مرفأ بيروت. أدعوكم لمتابعة ملفاتنا لهذه الليلة، لكن بعد أن أعود إلى أسامة لختام هذه النشرة. شكرا محمد، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام ندعوكم أيضا لمشاهدة مجمل القول مباشرة بعد هذه النشرة. وختاما لنشرتنا هذا تذكير بالعلوي. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئ آل رئيس الوزراء الياباني الجديد بمناسبة انتخابه. إصابات كورونا في المملكة تواصل الانخفاض وحالات الشفاء تتجاوز 93%. منظمة السياحة العالمية توافق بالإجماع على افتتاح مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط بالريف. شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.